متابعي الهاشتاج تونسي ديسكوفري، مرحبا بكم في فيديو جديد ومغامرة جديدة. الصيف مازال موفاش، وكالعادة مش نودوكم بكامب من أروع البلايص اللي تتنجم تكامبي فيها في الجمهورية التونسية. واللي يقول بحر وجبل وغابة الكل مع بعضهم هذوما أكيد مش يقول قرب. سيدي جاء لمينا معونا وبطري هنا، قدمنا الكهرباء وطلعنا في الليل كما تشوف. الطريق في الليل كان شيء عامل كيف، كان روعة ممتاز. هو صحيح هو الطريق خطير شوية في الليل، ديما تردوا بالكم من تبدأ ماشي في الليل، أما فيه شرم خاص. في النهار صحيح مزيان، تو نشوفوكم كي تطلع الشمس نصوروكم. في الليل عنده جو خاص بصراحة، سيرتو ديما عشاق الكامبينغ، اللي الناس اللي تحب الكامب وتحب الكامبينغ ديما في الليل عنده ستيل خاص. دخلنا نعملوا في دورة في المدينة في الليل في قربص، من قرية قربص في الليل نعملوا جولة مدابي، الدنيا فارغة والكيس فارغ، ناخذ راحتنا في التصوير، نطلعوا لفوق وبعد نرجعوا نستاليو بلاصتنا على الكامب على البحر ديريك، ونزيدوا نعطيكم شوية تفاصيل. قربص راهي مدينة تعتمد أساسا على السياح والزوار اللي يجيوها ديما، لذا أنا ننصحكم أنكم تجيو وتزورو فم مكان وين تعديو أياماتكم، سواء صيف ولا شتاء راهو محلولة في كل الأوقات. هنا وصلنا للطريق القديم اللي كان يدخل قربص من شيرة سيدي الرايس اللي طاح في البحر، طريق مقطوع كما صورت لكم في اور الفيديو مقصوصة الكياس. بلاصة لهنا برجولية عالمية، تشوفوا الجبل هنا صخري بحذاكم واقف كومبليتمون، تحس روحك مش في تونس بصراحة. وهنا فما ريستورون سباس عائلي، تنجموا كي تجيو لهنا تفطروا تتعشاو وتقعدوا تنستاليو رواحكم، فيه فيو على مدينة قربص من فوق، فيو عالمية تنجموا تاخذوا راحتكم فيه. تو نكملوا طريقنا باش نستاليو رواحنا للكامب، ونخليكم تعيشوا معنا شويه تفاصيل في البلاصه بالضبط باش نكملو. فضلا وليس امرا تعملوا لنا ابوني في الشان سبسكرايب، وتعملوا لنا بارتاج وتدعمونا باش نكبروا قناتنا ومحتوانا ونوصلوا ل 10,000 في اقرب وقت. اللي يحب يجي يعدي ايامات لهنا في قربص راهو فما ديار الكرا، فما ابارتمونات، فما ريزيدونس، تنجموا تجيبوا عائلتكم وتعديوا ايامات. لهنا هابطين العين العتروس في الليل تبدا فارغه شويه باش ناخذوا راحتنا احنا زاده في الليل نشيخوا نستمتعوا شويه. قربص فيها ديجا 4 ولا 5 عيون يجريوا طبيعيا من الجبل، هذه عين العتروس
اقوى واحدة فيهم تجبد ديريكت في البحر مش جبل البحر، فما ينقطر زادة، فما ينفكرون اللي تحت الكياس تجبد بشوية، ثم كان سيرة اللي قديوا فيها العلاج الطبيعي بالطفل لكحة لذاك يمشيوا لها بالفلوكة. فما ديما اقرب واحدة واسهل واحدة في الدخول هي هذه عين العتروس، فيها ديجا التفاصيل متاعها وضم هنا طب في البحر دي. كملنا تبحيرتنا، احنا عملنا تو جي ساعة ونص ولا ساعتين، شيخنا عملنا بون كيف، وتو خرجنا مش نرجعوا للعشاء وللكامب. ديما أهم حاجة في الكامب عندي أنا هي براد التيب صراحة. قص الطرف مطبع والكاميرا بريك قص. قص الطرف مطبع دي بعدها بقص الطرف والكاميرا.
عسيلة صغيرة متاع سويعة من زمان، وطلع الصباح شوفوا المنظر الصباح مزيان يا محلاه. فما برشا عباد راي حتى اللي طونت متاعها وبيت فميك على البحر، وفما حتى اللي بالكراب زادا. وتو تشوفوا بعد الافونتاج انك تكمبي بكرابة انك تنجم تنقل من بلاصة لبلاصة رابيدمون، وذاك اش مش يصير بعد مش نعمله لهنا بعد. تولي باركينج لهنا من هالبحر ديجا، تولي باركينج تتعبى بالكراب وتولي فيها برشا حس. مع واحد ما رقدش مليح في الليل نطلعوا نكملوا نومتنا في الغابة قبل ما نبدلوا بلاصة اخرى. احنا ديجا نبداو نتحركوا، ما نجموش نعديو بلايص ما نقفوش فيهم ما نصوروش ما نتفرجوش في الفيو. مغاديك سيدي بوسعيد مقابلتك، وحمام لنف وقرطاج ومرسى والبلايص كل مقابلينك، وحلق الواد وراد. هنا في الغابة الفوق دوزيام كامب، بلاصة كالمة على الاخر، اللي يحب الرياض ويحب السكون ديما ننصحو يطلع للغابة الفوق. اما الولاد برجولية ديما خليو بلايصكم نظيفة، الوسخ مش باهي راهو فيها باس. كيف واحد يعمل كامب ولا حاجة يلم وسخو ويخليه بلاصة نظيفة. لو شدينا ثنية البلاصة اخرى على البحر زادة تتبع قربص، لكن من جهة الكياس اللي صلحوا فيه تو ولا اللي مقصوص مغاديكا اكسي من مشيرة المناسب والاخرى. لكن نتعداو وشوفوا البلايص اللي نتعداو فيهم همش عاديين، وتو نوريكم برشا بلايص مازال الفيديو طويل.
هذا شط سيدي الرئيس، هذا سيدي كان المدخل البرانسيبال متاع الطريق القديم متاع قربص، فيه سقالة، سقالة حجر ذي اللي تشوفوا فيها، وفما الداخل سقالة باللوح. نعملوا عليكم باش نوصلوا لعشرة آلاف مشترك في أقرب وقت. نعملوا عليكم باش نوصلوا لعشرة آلاف مشترك في أقرب وقت.